ندوة به ويعلق على الأشياء وله طفل قوي جدا. وأم عاد أنا أخبركم على موضوع أنا أخبأت عنكم، يعرفه فقط الدكتور عبد العزيز عامر، كان من الدكاترة المصريين الذين يعملون في ليبيا، وهو يعرف عني هذا الموضوع. إن أنا لي رأي، يعني كتمت عن الناس 20 سنة، وأنا لي أن أفشيه وأن أحدث الناس به ليناقشوني فيه وناقشوني فيه. هذا الموضوع يتعلق بالرجم في حد الزنا. إن هذا الرجم ليس شريعة إسلامية، إنما هو شريعة يهودية. ويعني أنا أؤيد إنه لا يعني يعمل بالرجم هذا، والرجم شريعة يهودية. محمد لا يكون مثل هذه الشريعة القاسية. دعني أنا